وخلال المؤتمر الصحفي أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم المناقشة حول عملية الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي واستغلال البنى التحتية للبلدين. كما أكد مدبولي أنه تم الاتفاق على تقوية كل وسائل النقل بين البلدين للسماح بنفاذ وانتقال صادرات وواردات البلدين من خلال بعضهم البعض. تناقشنا في عملية الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي واستغلال البنى التحتية بين بلدينا، وكيف يمكن أن نزيد من هذه الروابط في إطار منظومة الطاقة الحالية اللي موجودة في منطقة الشرق المتوسط وارتباط الدول كلها بهذا الموضوع. ولكن زي كما قلنا أن موضوع النقل وتقوية كل وسائل النقل سواء النقل البري والبحري والسككي أيضا بين بلدينا لكي يسمح بنفاذية وانتقال صادرات وواردات البلدين من خلال بعضهم البعض، وده شيء مهم جدا في خلال الفترة القادمة. والأهم أن احنا اتفقنا على عدد من المشروعات التي سيتم فعلا تنفيذها في خلال المرحلة القادمة.